مش زينه نهار اليوم سحاعد قوم مش زينه نهار اليوم. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، صحة عيدكم، صحة عيد كل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية. اليوم رانا متواجدين بمقر قناة الجزائرية ونرح نقدموا لكم تهاني عمال وصحفيين القناة اللي راهم مدومين خلال أيام العيد. تابعوا معنا. وعم على حباب جمعنا والبداية مع رئيس تحرير قناة الجزائرية وان كريم. صباح الخير عليك، كل عام وانت بخير. صحة عيدك مريم، كل عام وانت بخير. صحة عيدك أيوب، نتمنى عيد مبارك سعيد للأمة الإسلامية قاطبة والجزائريين بصفة خاصة. نتمنى إن شاء الله أنه يعاد علينا هذا العيد بالخير واليمن والبركات والصحة والعافية، بعيدا عن الوباء الذي يعني أفسد الفرحة ربما لسنة ثانية على التوالي. بهذه المناسبة لا يفوتني أن أتقدم بأحر التهاني لكل عمال قناة الجزائرية وان. أيضا لا يفوتني أن أهدي تحياتي أيضا إلى العائلة الكريمة، عائلتي المتواجدة بقسنطينة، لأول مرة نعيد بعيد عليهم. يعني ظروف العمل خلتنا أنه نكون هنا هذا اليوم، لكن كل شيء هون خدمة للمشاهد الكريم ومتتبعي قناة الجزائرية وان. أيضا أهدي تحياتي لعائلتي الصغيرة هنا بالعاصمة، الزوجة الكريمة، أبنائي تيم، يحيى، أسيل وآية الصغيرة، أيضا عائلة بوطاس، عائلة كورتال، وكل معارف والأصدقاء. نقول لهم عيدكم مبروك، ينعاد علينا وعليهم إن شاء الله بالخير واليمن والبركة. شكرا كريم، شكرا. ندى صحة عيدك، كل عام وانت بخير إن شاء الله. صحة عيدك زميلتي مريم، صحة عيدك أيوب، كل عام انتم بخير إن شاء الله، ينعاد علينا بالصحة والهنا إن شاء الله، كل عام والأمة الإسلامية بخير. بهذه المناسبة نحب نتقدم تحياتي لعائلتي الصغيرة، ماما وبابا وخويا وليد، وما ننساش جدي الحاج رشيد وكامل العمال قناة الجزائرية وان، ولعقوب العام الجاي إن شاء الله. والآن نروح رئيس تحرير القسم الرياضي جلال يعيش. صحة عيدك جلال، كل عام وانت بخير. عيدك مبارك الأخت مريم، عيد مبارك لكل عائلة الجزائرية، شعب جزائري، يعني الناس اللي راهي، خاصة الناس اللي راهي في المستشفيات، ربي يشافيها والله يرحم موتانا مع هذا الفيروس، فيروس كورونا. نحيي العائلة تاعي، على خاصة الوالدة تاعي، وما ننساش كذلك عائلة الجزائرية وان، احنا عائلة واحدة في الجزائرية. نتمنى عيد كريم لكامل عائلة الجزائرية وان. مين ياسمين، صحة عيدك. صحة عيدك اختي مريم، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، تعيدوا بصحة ولهنا ان شاء الله. جو سويت تو البونور دو موند ا تو الموند، صحة عيد كل طاقم الجزائرية وان، ونقول صحة عيد ما فامي كوتي باترنال ماترنال بيان سور. Et je dis à ma copine Lilia Sahedek aussi, à Noara, à toute la famille. Et quoi encore? J'ai oublié. Et je dis encore, voilà, Sahedek, comme tout ma frère. Et ben voilà, bisous. Et ma grand-mère, bien sûr, Manu, pour ne pas oublier. Allez, au plaisir, ma belle. Zamila Tirima, Sahedek, ou la Mouti Bkhir. صباح الخير مريم، صحة عيدك، صحة عيدك أيوب، وصحة عيد كل الزملاء اللي راهم متواجدين معنا اليوم، وصحة عيد كل الجزائريين. نحب نهدي تحياتي بمناسبة هذا اليوم إلى كامل عائلتي أكيد، وخاصة إهداء خاص راهم طلبوه مني، ولاد أختي وبنات أختي، ويسام، ياسمين، ليلي، ورامي، ووالد، ونقولهم إن شاء الله يعيدوا بالصحة والهنا والعقوبة لكل عام إن شاء الله، وربي يرفع علينا إن شاء الله هذا الوباء وهذا البلاء. شكرا مريم. والآن جا دوري أنا باش نقدم تهاني العيد اللي راح نقدمهم الوالدية العزاز اللي ما عيدش معاهم، ونقول لكم صحة عيدكم وربي يطول في عمركم إن شاء الله. خوتي سارة ورمزي إن شاء الله ربي يخليكم ليا، كذلك كل صديقاتي مريم بوجودي، مريم يوسفي، هالة غلاش، وهالة بلي، كذلك كل عائلة بن حداد وعائلة بن حريز، وخاصة عائلة شومبي والكتكوتتين أسيل ورانيم.